القصة إذا الكاملة لهذه الحادثة المأساوية يفصل فيها الزميل وليد بهراوة. كانت الساعة تشير إلى 1 صباحاً عندما دخلت سيارتان بسرعات فائقة إلى مركب الشاطئ الأزرق. اقتحم ركاب السيارتين ملهى ليلي داخل المركب، أغلقوا أبوابه وأشعلوا إشارات إنذار نارية. كسر طوموبيلات، ماذا الواحد آخر حبط من طوموبيل بلي سينيال. تيرا ماذا تيك حكم الريدو، باسكو تاقا كانت محلولة، حكم ريدو ولا هبت لداخل ومع تسمى الكحول وقازت لهبت. اندلع حريق داخل الملهى، تدخلت عناصر الدرك الوطني مرفقة برجال الإطفاء بعد تلقيها مكالمة هاتفية، وقبلها كانت أعمال عنف قد طالت محيط المبنى. يتمثل الاعتداء في قيام مجموعة من الشبان، اقتحام الخيمة المتواجدة بالمركب وإشعال وإضرام النيران بالخيمة. كسر زجاج السيارات المركونة في حاضرة المركب. في هذه الأوقات كان الضحايا يتساقطون داخل الملهى واحدا تلو الآخر، اختنق من اختنق واحترق من احترق. نقل الضحايا إلى مستشفى زيرالدا، كان عددهم 7، 5 شبان وفتاتان من مختلف ولايات الوطن. في هذا الوقت كان المستشفى يعج بعائلات الضحايا، وموازاة مع ذلك تسارعت وثيرة التحقيق في القضية، حيث تم تحديد هوية 3 مشتبه فيهم في انتظار ما ستسفر عنه تقارير الطب الشرعي. التحقيق متواصل وسيكشف عن ملابسات أخرى لهذا الحادث المروع.